السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله راكم بخير وعلى خير. اليوم راح ندير لكم فيديو على اولا سيما تاع لي موتور ديزل 1.9 اللي يجي في الكليو في وبزاف سيارات اخرى. الشيء اللي كان على بالي بلي واحد وكان ميكانسي وكان على باله بالشيما وعلى باله كيفاش تركب لاشين ديستريبيسيون، بصح انا الموضوع تاعي موش هذا هو. حبيت برك ننبهكم على واحد الحاجه كنت تصير في السياره تاعكم، وصرتم السياره هو اللي قادر يتنبه بها هو الاول، هو هذا البينيون دونتي. هذا البينيون دونتي، اسمعوا كيفاش يدير الحس. هاكم تسمعوا فيه يدير الحس، هذا هو الطوندور هاكم عربي لكم به تاع 1.9. هذا هو الشيما تاع لي موتور ديزل 1.9. هذه بينيو تاع الاربا كام، هذه بينيو تاع لا بومب دانجكسيون، هذه اون غليسيير تاعكم بدو فيس لهنايا ولهنا اليليس ليس كما هكذا كما هذا لهنا الطوندور اللي هو هذا هو لي طوندي لاشين هكذا لهنايا لو بينيون تاع لا بولي تاع الفيل بركان هذه، وهنا هذا البينيون دونتي. هذا هو الخطير في الاسماء تقريب هذو لي بينيون كل ما يديروا حتى مشكل، بصح هذا خطير بزاف. و على بالكم بلي الموتور ديزل فيه زف بزاف وما يتسمعش، واش انك مول السياره ديما يتحسس بالحس كي يتبدل في المحرك تاعو. لا سمعتوا بلي كاين حس جهه لاشان وين تركب لاشان ديريكت تروحوا للميكانيسيان قول له يشوف لكم واش هو هذا هو اللي يعود يدير الحس. شوف كيفاش راهو يتحرك، وفي بعض الحالات واش يدير ساعه شي كوانسي، هذه خطاش فيه رول مول هنا يكوانسي ولا كوانسا يدير ديكالاج. لا دار ديكالاج يروحوا له سوباب، ساعه تبزد تتلف لاكولا، ساعه السوباب تتقرط وتطيح في وسط البيستون تثقبوا. مالا انتم ما تخلوش ما تخلوش سيارتكم ما تخلوش حتى توصلوا للموصل هذا لي باش تبدلوا هذا اللي ربما راهو يدير واحد 200 الف هكذاك ولا اقل، كيف في بزاف ماركات تلقاوه. صرتوا لقيتوا اينا سي الما سينا مام دي ماكس، هذه ما عليها الثاني بدلوه ما تزهدوش، خاطرش كنت تزهدوا راهم ما تفوقوش به، والحس راه يبقى هو راه ما يزيدش حتى انت يدير كارثه. هذه اللي حبيت نقول لكم عليها في الفيديو هذا اليوم، ان شاء الله راكم استفدتوا بهذه المعلومه ولو قصيره. واش انا ماذا بيا كل ساعه ندير لكم فيديو وتكون صغيره ما تكونش طويله بزاف ما تكونش ثقيله عليكم، وان بليس كي تعود خفيفه تستفادوا من المعلومات اللي رانا نعطيكم فيها. ودعاكم خاوتي، ونقول لكم بارك الله فيكم الكومنتير تاعكم، نحييكم كل كبير وصغير، والسلام عليكم ان شاء الله في فيديو اخرى.